يا رجل وطير يا رجل وانقطع السمه. انا ما اقرا ابرق تقول كذا. اكل يا مسعود يا ولد الله يا ولد. مين انتم؟ ايه ابغى اغني ابغى اغني يا ولد. على حرمي طحنا ضحك يا ولد. يا الله يا عصب علي مسعود جد جد. بس ما شاء الله على بالكم يا احمد. اول عمل برايم اخذ شوي قزك. اي والله ما شاء الله ما شاء الله العظيم والفال صدق. اول تدشين عمل برايم كلكم برايم. المشكله عبد الله محمد يقول اول عمل يعني اسجل استديو. صدق؟ اي والله قال لا عن صوته. لا انت وين متى حقه الوقف طيب اللي بتسوونه؟ لا لا ابو محمد من؟ بيطلقون اكثر من عمل هنا تو بيجي اعمال. الله ينصر نواف. تجي اعمال خاصه ان شاء الله. ترقبوني ترقبوني ان شاء الله في اعمال خاصه قويه قويه قويه. انت عاد ما شاء الله اعمال. انت صوت جميل بس حضور ما هو جميل. حضور ايش فيه اليوم؟ نجم اليوم انا المفروض انكم تسوي لي شخص شخص يا عيال. قدروا يا عيال والله والله تستاهل. يعني اي شيء يسويه نجم اليوم. انا راح والله ما يوم جيت عصر درت اني نجم 12 ساعه. اي والله مناسب نجم سعد. طبعا بكره راح اكون نجم وبعده راح اكون نجم. كم لمده كم؟ ثلاث ايام ما ادري صراحه. انا انسان انا ما ادري. هل الفضل الفوكس الوكاد نبيه الفضل فوكس؟ لا لا شكرا. لا لا ما هو الفضل فوكس ابدا. فوكس ما له فضل علي الا بس هم قالوا ما حد له فضل علي. انا كفو متى ما كانت ليش انا كنت في وقت اسمعني صدق صدق. انا وقتها كنت تعبان صح ولا لا يا شباب؟ صح مزكم وبعدين الوضع تخربط بعدين انتم خبري ايش صار ما صار. ايوه بعدين يا اخي استرجعت الطاقه عندي. صح اللوكيشن عندي ارتفع. صح اللوكيشن اسمه لوكيشن الريالتي. الريالتي الريالتي عندي ارتفع زياده. صح فصار الوضع عندي انفقع على الاقتصاد خلاص. فبكره عندي مطبخ عندي تحدي قوي. بضهي المطبخ ضرب ويدو بيشوفه يا تو صحه منه. وبعد المطبخ عندي دله عصريه كفو. وبعد الدله العصريه عندي محاضره بعد المغرب كفو. وبعد المغرب بعد العشاء. وبعد العشاء الساعه كم؟ اركدي علي ال ياسين ابوي بعد اخذ كبوت نايم نوم. الله ينصر نواف في هذه الساعه. ليه؟ في تحت خذوه منه ترى مزيد خذوه لين راح وجيت افتكيته. يا اخي ايش؟ بهاجي ذاب شبون بو يقول تعال بنهرجك وراح معاهم خنقونه ولا ايش؟ اي بيخنقونه. راح يا احمد. راح ولد عمي احمد. يا احمد ليش؟ تراني افتكيته مرتين وها احمد يرى علبل.